مسؤوليتي الوحيدة ان احنا لازم نقف جنب الرئيس، لازم نساعده، لازم نساعده في كل قراراته اللي هو بياخدها. الرئيس عنده حلم لمصر، بس الحلم اي حلم عشان واحد يحققه بياخد وقت وبياخد سنين. تمام، احنا كان عندنا يمكن في ناس كتير في الاربعين سنة اللي فاتوا غفلوا حاجات كتير عن الشعب، يمكن صراحة الرئيس مزعلة ناس، بس انا شايف ان احنا لازم نصبر ونكون في ظهره، لان فعلا الخير هيجي على ايديه بس في المرحلة القادمة ان شاء الله. في الثورة دي بالنسبة لنا هو ادانا حق من حقوقنا كان ضايع علينا كتير، ولولا وقفة سيادة الرئيس معانا ان هو ضحى بكل حاجات كتير حلوة عشان يقف يوم 30/6 ويمشي حكم الاخوان، احنا ما كناش النهاردة في الموقف اللي احنا فيه دوت. اتوقع ان الشعب المصري عنده وعي وعنده ثقافة، واحنا يمكن شفنا حاجات كتير حصلت في السنين اللي فاتت من ايام احداث 25 يناير، للاسف هي ما جابتش علينا. احنا عدنا من 25 يناير لحد ثورة 30 يونيو، بداية الاصلاح كانت يوم 30/6/2013.